عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا كده خلصت القطعة، زودت سطر كمان علشان خاطر الخرز ده صغير جدا فعشان تبقى مناسبة، وعملت قطعة تانية اهي. دلوقتي هوريكم ازاي نعمل التعليقة بتاعتها او اللي احنا نحط فيها السلسلة بتاعتها. بنطلع من الخرزة اللي هي قبل المنتصف، يعني ادي خرزة المنتصف اهي مثلا، دي اول ثلاث خرزات ربطناهم، اي بختار اي واحده فيهم، دي او دي او دي او دي اهي، هنا ادي المنتصف اهي، دي كده هنا المنتصف. فبتنقي اي واحده من التلات جوانب وتشوفي فين الخرزه اللي في النص دي اهي، اللي هي اللي في النص، بتطلعي من الخرزه اللي قبليها، يعني دي الخرزه اللي قبليها بتطلعي من الخرزه دي عشان نمشي تبقى في النص، التعليقه بتاعتها في النص بالظبط. تمام، اهي اهي الفتله اهي معايا طالعه من الخرزه اللي قبل، ادي الخرزه اللي في النص دي اللي قبليها، هي طالعه من الخرزه اللي قبليها. نبدا نشتغل بالطريقه العاديه خالص اللي هي خرزه في كل مره معانا. انا احط في الابره خرزه ونخش الخرزه اللي وراها، طبعا بيبقى لون واحد بقى خلاص، شوفي انت اللون الاساسي بتاعك ايه وتعملي بيه. دي خرزه كمان، بنحط تلات خرزه، بنمشي تلات خرزات، حطينا خرزه التانيه ودي التالته، اهو كده تلات خرزات. نقوم قلبين الشغل كده، نجيبه الناحيه التانيه ونحط خرزه، اهم حاجه بقى نشد الفتله كده عشان يبقى الشريط معانا مشدود، ونخش في الفتله والخرزه اللي فوق اللي هي اخر واحده حطيناها، اهي نخش فيها دي ونشد، نحط واحده كمان ونخش في اللي احنا حاطينها الثانيه اهي، تالتة، شد كده. خدوا بالكوا بقى من الخرزة اللي جاية دي اهي، احنا كده حطينا مشينا تلاتة، هنرجع بقى اربعة، احنا دي واحد اتنين تلاتة، هنرجع نحط واحدة تانية نفس الصف يبقوا اربعة، بس هنحطها فين؟ هنا في فراغ مفيش واحدة نحطها فيها، بندخلها بتبقى طايرة بقى، ازاي بندخلها؟ في اللي تحت اهي، تبقى الخيط اللي تحت دي هي اللي حبسها كده، ونقوم ايه بقى داخلين فيها بالعكس. انا قربت لكم الكاميرا اهو عشان نشوف الغرزه الطايره، الخرزه الطايره دي بنعملها ازاي اهي اهي، بناخدوها من الفتله اللي تحت تمام، وبعد كده بناخد الفتله كده ونخش في الخرزه من بره لجوه، نخش في الخرزه من بره لجوه كده، يبقى معانا ايه اربع خرزات تمام. نقوم برضو قلبين الشغل كده، ايه بقى لما تخش مع الخرز مع السطر اللي فوقيه هتضم عليه، ونرجع ايه بتلاته، يبقى رايح تلاتة جاي كده ايه اربعة، اهو اشتغل كده دول بسرعة عشان اوريكم الوقت الطايرة تاني. دي واحد اتنين اهي، نشد كده كويس عشان يبقى معانا شريط التعليقة ديت مشدود مش ايه مش سايب. نقلب الشغل، احنا كده رحنا تلاتة، نيجي كده ايه اربعة، ادي واحد
ادي اتنين وادي تلاتة ونعمل الرابعة طايرة كده، ناخدوها من الفتلة اللي تحت، الفتلة اللي ماسكة الخرزة اللي تحت، نشدها وبعد كده نخش في الخرزة دي اللي احنا حطيناها ايه من بره لجوه. من بره جت جوه، وهي لما نعمل معانا بقيه السطر هتضم معانا كده الشغل كده. لما تعملي السطر ده هي هتضم عليه، اهم حاجه تبقى الفتله مسدوده معاكي كده علشان خاطر ايه الشريط ده ما يبقاش خرزة طبعا كده وخرزة جاية كده، لا يبقى كله نفس الشدة. تمام، تلاتة اهو تلات خرزات نقلبهم يبقى هنا اربعة. تمام اهو، طبعا بيبقى ايه هو الشريط ده سادة لون واحد. عايزة تدخلي فيه الوان طبعا زي ما انت عايزة اهو. دي التالتة اهو، وادي خرزة الرابعة. نعملها ايه، ندخل الفتلة من بره لجوه. تمام، معلش انا بمسكها عشان تبقى ايه مشدودة معايا اهي. لما قلتلكوا بقى نعمل السطر ده كده بتدخل هي ايه بقى ايه في النسيج بتاعنا، بتبقى واحدة منه مش باينة انها طايرة ولا حاجة اهي. بصي اهي عملنا الخرزة اللي وراها وهنشتغل بقية السطر، بتبقى الخرزة دخلت في النسيج معانا مش باينة انها طايرة اهي. تمام، نشتغل بقى على المنوال ده قد حوالي 3 سنتي 2 سنتي حسب ما انت ايه هتحطي الحبل اللي هتعلقي تحطيه في التعليقة دي. لو هتعملي حبل تخين شوية يبقى هتكبري التعليقة دي، لو هتعمليه رفيع او تستخدمي جلد هتعمليها رفيعة، فانتي المسافة انتي بتعمليها انتي اللي بتقدريها. تمام، نشتغلوا بقى كده ايه حتة كبيرة واوريكم ايه ازاي هنلحمها في الجزء التاني بتاع الدلائق التانية.